طلاب إن شاء الله تكون بخير. اليوم راح ناخذ محاضرة عن البوبيتيا الفوسي، اللي هي محاضرة سهلة وخفيفة عن المعدة، إن شاء الله ما به تفاصيل صعبة عليكم. بوبيتيا الفوسي يعني عضلتنا هواية شغلات بدانتهم تشبه هذا المكان، البوبيتيا الفوسي مثال عليها عندنا الأكزيلا أو الكيوبيتال فوسي وغيرها، هي تمثل فد أماكن، شلون نقول فد مكان بانخفاض أو فد نقرة أو فد حلقة وصل بين مكان ومكان آخر، حتى تمر بين البلد فيسلز، النيرف، الفينز وغيرها. فالبوبيتال فوسة هي أيضا حركة وصل بين الثاي وبين الليج، تمام؟ So the popliteal fossa is a diamond shaped، يعني هي شكلها مثل الألماسة أو معينية الشكل. Intermuscular space يعني فد space بين المسلز. Is a region behind the knee يعني المكان اللي هو خلف الركبة مباشرة. The boundaries مالتها خليني أشوفها بالرسم أفضل. قايل إنه laterally وميديالي. وين اللاترال وين الميديال؟ سي ممبرينوسز والتندنوس تروح الانسرشن مالتها ميديال، لذلك قلنا هي تسوي ميديال روتيشن، فإذا هذا الميديال وهذا اللاترال. البايسبس فيموريس راح تكون لاترالي من فوق، اما من جوا فراح تكون عندك الدانتاريس والجاسترو واللاترال هيد اوف ذا جاسترونيميوس مسل. اما ميديالي فعندك سيمي ممبرينوسز اند سيمي تندنوسز، ومن جوا الميديال هيد اوف جاسترونيميوس مسل. القاعيه مالتها راح تكون عباره عن عظم اللي هو الفيمر والني جوينت والاوبليك بوبليتيال ليجمنت، وعندنا ايضا البوبليتياس ماسل. السقف مالته راح يكون عباره عن سكين وفيشيا. الكونتنت مالته راح ناخذها بالاستعداد اللي بعده، بس خلينا نعيد الباوندريز مالتها. عندنا لاترالي هو لاحظوا هذا الشكل معيني، فلاترالي عندنا من هنا منه عندنا بايسس فيمورس من فوق، ومن جوا عندنا لاترال هيد اوف جاسترونيميوس مسل اللي هي مسل موجوده بالكالف وبالليج، وعندي البلانتارس. اما ميديال فعندنا الميديال هيد اوف ذا جاسترونيميوس، وعندنا التو مسلز اللي هي السيمي ممبرينوسز اند سيمي تندينوسز. So the boundaries above the biceps femoris, below lateral head of gastrocnemius and plantaris muscle. Medially the semimembranosus and semitendinosus, below, يعني من جوا medially, medial head of gastrocnemius muscle. The anterior wall, ليش دي يقول هذا anterior wall؟ يعني انت هنا عند تباع من ورا فهذا راح يكون anterior wall، زين؟ يعني احنا دائما نقيس على the normal anatomical position، فهذا يكون anterior والسكن اللي مغطي من هنا يكون posterior. أو نقدر نسميه الفلور، ونسمي هذا السكين هو الروف السقف. فإذا الانتيريور وول أو الفلور أو ذا راح يكون البوبليتال سيرفيس أو ذا فيمر يعني عظم، ويا الكابسول أوف ذا ني جوينت، إضافة للأوبليك بوبليتال ليجامنت وكذلك البوبليتاس مسل. أما الروف أو السقف فراح يكون سكين ويا سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا أوف ذا تايب. هنا صورة أخرى للبوبليتال فوسا، قصدت كم شغلة دي أوضح لي أيضا. هاي الفلور مالتها لاحظوا هذا الفيمر اللي هو البوبليتال سيرفيس أوف ذا فيمر، هذا الأوبليك بوبليتال ليجامنت، هنا التيبيا هنا راح تبين عندي، هنا هاي البايسس فيموريس، وهنا عندي السيمي ممب لا شلون هنا بالعكس صايرات، هنا إذا انباعوا من هنا يعني هاي خلينا نقول هاي ليفت ليج، يعني هاي رجل يسرى، فهنا هذا الميديال وهذا اللاترال راح يكون، فهاي بايسبس فيموريس وراح تكون شنو سيمي ممبرينوسز، تمام. بعد شنو عندي، شنو واضح عندنا البوبليتيس ما كانت واضحه بالرسم ذاك، هنا انا قاص من عندي قاص الميديال هيد اوف جاسترونيموس واللاترال هيد مالته، تمام. اللانتارس هنا ايضا مقصوصه، هنا مبين عندي السوليس. لان المصز ما اعرف بأي محاضره شارح لكم اياها، يعني راح ندرسها اكيد جزء من المحاضره الجايه. انا ما متطرق للاوريجن انسرشن مال المصز، راح ناخذها جزء من المحاضرات الجايه. على العموم احنا عندنا هنا اهم شيء عندنا البوردرز مال بوبيتيا فوس عرفناها، وعرفنا شو وقت نشوف البوبيتيس لازم نشيل التو هيدز اوف جاسترونيميوس حتى تبين عندي البوبيتيس مصر. شنو وظيفتها البوبيتيس مصر؟ هاي وظيفتها باللوكينج اوف ذا ني جوينت، راح ناخذها ايضا بعدين. انزل جوا برسم اخر ايضا، هنا أنا شنو واضح عندي، هنا أنا عندي السيمي ممبرينوسز والسيمي تندينوسز وحده فوق الاخ،
هاي السيمبرينوسز وهاي السيميتندينوسز. إذا هنا أنا هذا ميديال، هذا لاترال، هاي البايسس فيموريس. تمام يا شباب. هنا أيضا قاصدي الهيدز أوف جاسترونيميوس، فمبين عندي البروبيتيوس مصرياته. هذا الأوبليك بروبيتيال ليجامنت. تمام يا شباب. وهاي الكابسول مال ني جوينت مبينه، وهذا البروبيتيوس سيرفس أو ذا فيمار اللي هي موجودة وين؟ بالفلور مال من؟ مال البروبيتيال فوسه. طبعا هذا خلوا في بالكم هاي الصورة، لأن يعني هنا هذا الكمان فيبولار نيرف من راح ناخذ الاند مالته هو ينتهي انه يفر حول الهيد مال الفيبيولا ويطب لي انتيريور دي. فهاي الصورة هي اللي واضحة هاي الفرة مالته، فخلوها في بالكم من نجي نشرحها الموضوع اللي يخص هاي الحركة مال الفيبيولار نيرف. اذا اشوفه موضوع سهل جدا ما بي اي تعقيد. البوبليتيال فوسه بس نجي ناخذ الكونتنتس مالتها، عندنا بوبليتال ارتري واكيد الفين مالته، واكيد راح ناخذ السياتيك البرانشات مالته التيبيولا والفيبيولا. سو عندنا اول شيء عندنا البوبليتال ارتري اللي هو كونتينويشن اوف ذا فيمورال ارتري. قلنا انه الفيمورال ارتري حتى ينتقل من الثاي للبوبليتال فوسه راح ينتقل عن طريق الادكتر هياتس، فمن يطب البوبليتال ريجن راح نسميه بوبليتال ارتري. بعد شنو عندي كونتنتس؟ عندنا نيرفز اللي هي التيبيال نيرف وكمان بيرونيال نيرف، هذول برانشات مال من؟ اللي هم المين برانشز اوف سياتيك نيرف، نعرفهم التيبيال والكمان بيرونيال اخذناهم سابقا. اضافه الى البوستيريور كوتينوس نيرف اوف ذا ثاي، من اسمه بوستيريور كوتينوس نيرف اوف ذا ثاي انه يغذي السنسري سبلاي مال من؟ مال بوستيريور اسبكت اوف ذا ثاي، يعني الفخذ من ورا هو يغذيه كسنسري. وايضا عندنا الاوبتريتر نيرف، طبعا ما مبينه باي صوره من صور المحاضره. اما فينز فعندنا البوبيتال فين وكذلك السمول سافينس فين. خلينا نجيهم بالصوره اوضح. بوبيتال فوسا من هنا تبدي، عندنا البوبيتال ارتري بصفه راح يكون الفين، بصفه التيبيال نيرف، وبصفه راح يكون كمان فيبيلار نيرف. طبعا هذول ينقسمون لي فوق، اول ما يبدون اول ما يطبون البوبيتال فوسا ينقسمون، هم كانوا كمان سياتيك او يسموه سياتيك نيرف اللي هو راح ينقسم لتيبيال وكمان فيبيلار نيرف. اوكي طبعا البوبليتال ارتري ينطي برانشز هوايه، من هو موجود بالبوبليتال فوسه اغلب البرانشات هي عباره عن برانشز المن للني جوينت اللي هي تساهم بالانستموسس حول الني جوينت. بوبليتال فين يصب بيه سمول سافينس فين من جوه، لذلك اعتبروه واحد من الكونتنتس اوف ذا بوبليتال فوسه. زين نكمل بعد، خلينا نشوف هاي الرسومات شنو نشوف يعني بها شيء مهم. لاحظوا هذا الرسم قصقص للأمة العربية كليتها، قصقص لك الهيدز اوف جاسترونيميوس والبلانتارس. من تشوف عضلتين هيش مخصوصات وحدة بصف اللوخ قول هاي جاسترونيميوس وجوها بلانتارس. زين هاي الميديال هيد اوف جاسترونيميوس، ولاحظوا هاي الادكتر تيوبيكل شلون واضحة بالبون. طبعا انا احكي لكم معلومات يعني ماخذيها قبل حتى تستذكروها وياي. لاحظوا هسه هاي اللينيا اسبرا شلون مقسومه قسمين اللي هو سوبرا ابيكوندايلر ريدج اللي هو ميديال واللاترال. هذا التو هيدز اوف جاسترونيميوس مخصوصات وجواهم بلانتارس مخصوصه، بين عندي جوينت كابسول مال ني جوينت والاوبليك بوبليتال ليجامنت. وقلنا انه من ننقص الجاسترونيميوس راح تبين عندنا منه، راح تبين عندي بوبليتاس مصل وهاي السوريوس مصل اللي هي تكون جوا التو هيدز اوف جاسترونيميوس. تمام هنا انا شنو مبين عندي؟ مبين عندي الكونتنتس اللي يحكي لي على الكونتنتس مال من؟ مال البوبيتال فوسا. لاحظوا هاي الفتحه هي هاي الادكتر هياتس، شلون جاي الكونتنتس من الانتيريور للبوستيريور. لاحظوا هذا من هنا انتيريور، نفتر هيجي بهاي الطريقه راح يكون هنا الانتيريور اسبكت اوف ذا ثاي، فهذني جايت من الانتيريور الى البوستيريور سيرفيس الى البوبيتال عن طريق هاي الفتحه اللي هي الادكتر هياتس. منو عندي بهاي الكونتنتس؟ قلنا الارتري راح يكون موست ميديالي، يعني يكون من هنا، يعني من عندي هنا سيمي تندنوسز وسيمي ممبرينوسز، فعند الارتري هو يكون موست ميديال وبصف الفين وبصف النيرف، عكس من شنا فوق بالفيمورال تراينجل كان عندي النيرف وراها الارتري وراها الفين. لا راح يكون منو عندي؟ راح يكون عندي الارتري وراها الفين وراها النيرف. زين لاحظوا هسه هذا هنا أنا موضح لي البوستيريور كوتينوس نيرف اوف ذا ثاي، راح تقول لي ليش مو موجود هنا أنا مو واضح؟
راح اقول لكم انه هذا راح يكون سوبرفيشال، فهنا انا شايل الفيشيا وشايل هاي الشغلات سوبرفيشال، فما مبين عندنا هذا البوستيريور كوتينوس نيرف اوف ذا ثاي اللي هو يغذي لي السنسري سبلاي المن البوستيريور كوتينوس ريجن اوف ذا ثاي، وينزل لي جوه البوبيتال ريجن ايضا. لاحظوا هذا السمول سافينس فين اللي هو يروح يصب وين؟ بالبوبيتال فين. فاذا هو من الكونتنت ايضا اوف ذا بوبيتال فوسل. لاحظوا هاي السقف مال بوبيتال فوسل اللي هو قلنا سكن وديب فاشيا وسوبرفيشال فاشيا. بوبيتال ارتري خلينا نحكي عنه شويه، ولو حكينا اغلب الحكي بالرسم. يقول البوبيتال ارتري هو كونتينويشن يعني تكمله للفيمورال ارتري. انترز ذا بوبيتال فوس ثرو ذا ادكتور هياتس، قلنا انه يطب من خلال هاي الفتحه اللي هي موجوده وين؟ opening in the adductor magnus between the two heads of the adductor magnus. يقول at the level of the lower border of the popliteus، يعني باللور بوردر من popliteus muscle راح ينقسم هذا the popliteal artery into anterior and posterior tibial arteries. إذن popliteal artery ينقسم anterior و posterior tibial artery. relations لهذا الارتري يعني شنو قدامه وشنو وراه. بما انه احنا بنباوع من ورا فاللي قدامه راح يكون هو الني جوينت والفيمار وهاي السوالف، يعني الفلور مال من مال البوبليتال فوسه اللي هي الفيمار الني جوينت والبوبليتس مسل. اما بوستيريور اللي احنا بنباوع من ورا فعندي البوبليتال فين ممكن يجي بوستيريور الى والتيبيال نير ممكن ايضا يكون بوستيريور الى والفيشيا والسكن. راح تقولوا لي ذولا مو ميديال الى، اقول لكم ميديال صحيح بس مرات يكونوا بوستيريور الى ايضا، يعني جايين posterior الى. يعني شنو؟ يعني خليني اجي على الصوره، يعني يجون قدام من هنا posterior الى مو يجون من جوا من هناك، يعني خلي اوضحها اكثر. هذا نباوع من ورا فهذول نقول انه posterior الى. هش صار نقول هذول يمكن يجون posterior الى، يعني راح يجون لي قدام هيك هنا أنا. مو راح يجون من ورا، ليش؟ يعني احنا بنباع بوستيريرلي، فالبوستيرير ريليشن لاحظوا البين جاي بوستيرير الى والنيرف ايضا راح يجي هيج، شوفوا، فهذا صار بوستيرير المن البوبليتال ارتري. اما الانتيريرلي اللي هي هاي البون والجوينت كبسول والبوبليتس مصل اللي هي هاي، فهاي يكون انتيرير ريليشن الى. لاحظوا جايات انتيرير الى، يعني بنباع احنا من ورا فالانتيرير الى راح يكون من قدام. اتمنى فهمتوا هالفكره، يعني احنا دائما نقيس على normal anatomical position. زين البرانشز مالته عندي كلش مهم الجينيكولار برانشز. شنو هي الجينيكولار برانشز؟ كلمه جينيكولار يعني تابعه للني جوينت. ينطي 5 برانشز تروح تغذي الني جوينت اللي هي شنو هي؟ superior lateral and medial genicular artery، يعني superior lateral genicular و superior medial genicular وميدل جينيكولار وانفيرو لاترال وانفيرو ميدل جينيكولار، ينطي 5 برانشات كلها تروح وين؟ للني جوينت. وماسكولار برانشز تغذي المصل موجوده بالبوبيتال فوسا. لاحظوا هسه هذا الشكل موضح لي البرانشات مالته. فعندك هنا هذا سوبيرو لاترال جينيكولار، سوبيرو ميدل جينيكولار، هذا الميدل جينيكولار، وهذا انفيرو لاترال جينيكولار وانفيرال ميديال جينيكولار. فهذول 5 برانشز كلها تروح لمن؟ تروح للني جوينت. لذلك عندي فدانستموسز مهمه جدا اراوند ذا ني جوينت اللي هي تتكون قايل لي من 10 فيسلز واللي هي ما اعرف شلون صارت 10 اللي هو معدد لي 8، فما اعرف اكو 2 ارتريز ما ادري منين، فنحتاج نتبعهم ونعرف هذول 2 ارتريز شنو هذول. اذا احد عنده معلومه ينبهني أكون ممنون إله. So عندنا 2 from above وخمسة أو ستة من جوا. ال 2 from above اللي هم descending branch، خلي أجي على الرسم أحسن. الرسم صاير هوسة. عندك من هنا نازل واحد، هذا واحد وهذا واحد. تذكرون هذا كان هو branch منين؟ من الفيمورال اللي هو نازل اللي جوا يسموه descending genicular artery هذا. زين؟ هذا descending genicular artery. ما اعرف اذا هذا ينطي السافينس برانش هم له علاقه، ما اعرف، فحاسبه 10 vessels بس كان اللي معددهم هو 8.
فعندي descending genicular branch هذا من الفيمورال artery direct، وعندي هذا descending branch منين؟ من الفيمورال artery صحيح بس indirect، يعني شنو؟ من البرافاندا، والبرافاندا ينطي lateral circumflex femoral artery اللي هو ينطيني هذا descending branch of the lateral circumflex femoral artery، فهذول نازلات من فوق. اما من جوا شنو عندي؟ عندي هذا البوبليتيال ارتري قلنا ينطي 5 برانشز، هذا اللي بالنص هو ميدل جينيكولار ارتري، وعندي ايضا شنو وياه؟ عندي سوبيرو لاترال جينيكولار ارتري، سوبيرو ميديال، سوبيرو لاترال جينيكولار ارتري، سوبيرو ميديال جينيكولار ارتري، ليش؟ لان هذا الدكتور تيوبركل كوشن جايه هي بالميديال سيرفيس، فهنا هذا ميديال، سوبيرو ميديال جينيكولار ارتري، سوبيرو لاترال جينيكولار ارتري، وعندي من جوا inferolateral و inferomedial genicular artery، وكذلك من الأسفل يصعد لي فوق anterior tibial recurrent. من اسم recurrent يعني صاعد لي فوق، فهذا هو جاي منين؟ اللي هو احنا مو قلنا البوبليتال artery ينقسم الى anterior tibial و posterior tibial، هذا posterior tibial، وهذا anterior tibial ينطيني recurrent branch يصعد ايضا يغذي لي الني joint. بس اللي نعرفهم 5 genicular artery منين؟ من البوبليتال artery، وعندي recurrent tibial artery منين؟ من anterior tibial artery، وعندي اثنين نازلات من فوق اللي هو descending genicular artery، وعندي descending branch of lateral circumflex femoral artery، هذول يسووا لي anastomosis حول الني joint. النيرف شنو عندنا؟ عندنا اكيد البرانشز مال السياتيك اللي هي tibial nerve والfibular nerve، او يسموه ايضا common peroneal nerve. The tibial nerve begin يقول هو the larger medial terminal branch of the sciatic، يعني هو اكبر من الفيبيلر او اكبر من البيرونيال. The tibial nerve is the most superficial of the three main central components of the popliteal fossa، يعني هو اكثر واحد قريب من السطح بالpopliteal fossa، يعني هو more superficial element للارتري وللفين، يعني هو صاعد لفوق اكثر من البقيه. الكورس مالته هو arise in the lower third of the thigh، يعني يبدي من اللور ثيرد اوف ذا ثاي. It runs downward through the popliteal fossa، ينزل خلال popliteal fossa. اول ما يبدي يكون lateral element at the lateral side of the popliteal artery. مثل ما نعرف هذا هنا راح يكون popliteal artery هو lateral إذا، واللي شفناه من خلال الصورة كليتها أول ما يبدي lateral. وراها then راح يكون posterior to it، مثل ما قلنا إنه يجي as posterior relation، وراها يكون medial to it. خلينا نصعد لي فوق حتى نعرف شلون هذا بده يصير بهاي الصورة. body lateral وراها راح يجي هيج posterior، وراها راح يجي هيج medial. فإذا body lateral وراها posterior للpopliteal artery، وراها يجي ميديا، بعدين نسوي crossing على الpopliteal artery. في الاند مالته يعني ينتهي، the nerve enter the posterior compartment of the leg by passing beneath the soleus muscle، يعني ينزل جوا soleus muscle يعني كلش ديب، ويكمل بالposterior compartment of the leg. فهذا الرسم مال سنيل، مو حال حلو، بس هنا أنا موضح لي شلون بادي لاترال وراها بوستيريور وراها جاي ميديال، نفس الحالة هنا أنا. ومن مكمل وين؟ هاي السوليوس مصل، لاحظوا جاي ديب إلها. زين البرانشز مالته عندي كوتينوس برانشز أكيد، وماسكولار برانشز، وارتيكولار برانشز. طبعا هنا نحكي عن البرانشز بالمنطقة اللي هو بيها، ما نحكي عن تكملة كل البرانشات مالته، لا هو يكمل ينطي للمسلز مال الفوت ايضا. فعندي الكوتينوس برانشز بهاي المنطقة، منطقة البوبيتيال فوسا. الكوتينوس برانش لاحظوا انه ينطي، يعني شوفوا بالرسم اوضح، هذا التيبيال نيرف وهذا الكامبيرونيال يتحدون سوية، هذا ينطي شورال كوميونيكيتنج برانش اللي هو هذا، وهذا ينطي ميديال شورال نيرف، يتحدون سوية يكونون الشورال نيرف. هذا النيرف طبعا وظيفته هو سنسوري سبلاي، يعني يغذي لي السنسوري مال الميديال، اعتقد الميديال اسبكت مال انكل والفوت.
أقصد the lateral aspect of the leg and ankle. So the medial sural cutaneous nerve is also derived from the tibial nerve in the popliteal fossa. This joint يعني يتحد مع من؟ مع الشورال communicating branch of the common fibular nerve at a highly variable level. يعني level مالته مال الاتحاد مالتهم مو محدد. يعني مرات فوق الني جوا جوا البوبيتال فوس بالنص يعني فهو variable level. This nerve supplies the lateral side of the leg and ankle. ثانيا muscular branches كل المصلز اللي عددناها عندنا الجاسترونيميوس اللي هي بوث هيدز البلانتاريس السوليوس البوبيتياس كلها are supplied by the tibial nerve. وكذلك ينطي اكيد articular branches المن للني جوينت. بعد شنو عندنا؟ لاحظوا هاي الصورة شلون نوضح لي البرانشات. هنا برانش رايح للجاسترونيميوس، هنا هذا الميديال شورال نيرف متحد ويا من الكوميونيكيتنج شورال نيرف كونه للشورال نيرف اللي هو يغذي لي اللاترال اسبكت اوف ذا انكل اند ليج. هذا هنا نيرف تو جاسترونيميوس اند سوليوس جاي مغذي العضلات البوبليتياس. فهذا هو التيبيال نيرف. لاحظوا من مكمل جوا السوليوس رايح مور ديب. على فكرة يعني هذا من اللي تشوفون هذا الرسم هذا فعلا واحد هيش حاط اصبعه بجثة والرسام جاي راسمها. يعني هاي الرسومات يعني العطارس مالتكم هاي هي عبارة عن جثث حقيقية ومرسومة برسم اليد. فهذا هو الاطلس. يعني من تشوفون اطلس هذا مو جايب كيف راسم هاي الدي، لا اي اطلس هو عبارة عن جثث حقيقية مرسومة. هو افضل اطلس ممكن تقولون عليه التشريح هو النتر. تمام. كمان fibular nerve اللي هو another branch of sciatic nerve begin أيضا هذا يكون lateral but smaller terminal branch of the sciatic. هو كبير بس أصغر من أخوه اللي هو tibia. course mate arise in the lower third of the thigh أيضا بالثلث الأخير من الفخذ تحديدا posterior surface. it runs downward through the popliteal fossa. كلام مفهوم ينزل جواب البوبليتال فوسا. closely the medial border of the biceps femoris يعني يم الميديال بوردر مال من؟ مال البايسبس فيموريس and its tendon along the superior lateral boundary of the fossa. من تشوفون superior lateral medial aspect انتو الدخون بس انتو لازم تقارنون دائما الحكي مع من؟ مع الصوره. من تشوفون هاي البايسبس فيموريس وهذا الميديال بوردر مالتها لان هو على الميديال بوردر مال من؟ مال البايسبس فيموريس. تمام لو لا؟ هاي الميديال بوردر. قايل لك سوبيرولاترال. سوبيرولاترال احنا مو عندنا قلنا اللاترال بوردر اوف ذا بوبليتال فوسا من فوق هي البايسبس فيموريس، فهو قاعد على هذا السوبيرول يعني اللي فوق، ولاترال فهو قاعد على السوبيرولاترال بوردر اوف ذا بوبليتال فوسا. لان كلام كلش واضح ومفهوم. هو راح يجي ينزل هنا ويفتر حول الهيد اوف ذا فيبيولا مثل ما شفنا بالصورة اللي فوق اللي كانت، ويروح للانتيريور اسبكت اوف ذا ليج. لان الكورس ما تحكي هنا الان مالته it leaves the fossa by crossing superficial to the lateral head of the gastrocnemius muscle. وين اللاترال هيد اوف ذا gastrocnemius muscle؟ ها يا شباب اللي هو هذا اعتقد، بس هنا أنا شوية مخصوص. فهو يروح superficial يعني فوق lateral head of the gastrocnemius muscle. كلام كلش مفهوم من اجي اقارنه بالصوره، من اقراب استقرائيه لا ما راح يكون مفهوم. فهذا هو lateral head of gastrocnemius muscle. هو راح يجي superficial اله يعني فوقه، ويروح crossing يجي على الهيد مال fibula ويصير بالانتيريور aspect of the leg. So it ends or it leaves the fossa by crossing superficial to the lateral head of gastrocnemius muscle, then passes behind the head of the fibula مثل ما شفنا بالصورة السابقة اللي هي بداية المحاضرة. The common fibular nerve winds يعني يفتر around the neck of the fibula، لذلك الكسر بالneck of the fibula ممكن يؤدي إلى injury للcommon peroneal nerve ويؤدي إلى paralysis بالمسلز اللي يغذيها الكمان فيبيلار نيرف او الكمان بيرونيال نيرف. شنو هي البرانشات مالته؟ superficial branch وديب فيبيلار برانش. زين شنو اللي يغذي هاي البرانشات مالته؟ شو تغذي؟ تغذي لي cutaneous branches اللي هو الشورال communicating branch. اذا نحكي عن البرانشز مالته
بالمنطقة اللي ندرسها، ماذا نحكي عن البرانشات مالتها كليتها. فاللي درسنا قبل شوي هو الشورال كوميونيكيتنج برانش، اللي هو كان يتحد مع الميديال شورال نيرف من التيبيال، ويكونوا لي الشورال نيرف اللي هو يغذي لي السنسري اللي هو لاترال اسبكت اوف ذا ليج اند انكل، وكذلك ينطيني لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا كالف، يعني يغذي لي اللاترال اسبكت اوف ذا كالف. كالف شنو؟ اللي هي العضلات مال احنا نسميها الكرشه مال الرجل، هاي سوليوس وداسونيمس كل هاي يسموها كالف ماسلز. اما الماسكولار برانشز to the short head of the biceps femoris which arise high up in the popliteal fossa. Then the short head مال اذا نتذكر البايسبس femoris كان يتغذى عن طريق الكمان بيرونيال، واللونج هيد كان يتغذى عن طريق التيبيال. فهسه هنا مثل المراجعه صارت لنا، من درسنا الكمان في بيلر نيرف عرفنا انه هو يغذي للشورت هيد مال البايسبس femoris، وكذلك ينطيني articular branch المن للني. ناخذ مراجعه سريعه، ان سياتيك انقسم باللور ثيرد اوف ذا ثاي الى تيبيال والى كمان فيبيلر. التيبيال الكورس ماتك انه يبدي لاترال المن لاترال للارتري، وراح يصير بوستيرير الا وراح يصير ميديال، وينتهي ديب جوا السوليوس. ينطيني ماسكولار برانشز الجاسترونيميوس للسوليوس للبوبليتياس للبلانتاريس وغيرها، وكذلك ينطيني سنسري برانش اللي هو هذا اللي هو الميديال شورال نيرف، ويتحد مع هذا اللي هو الشورال كوميونيكيتنج برانش، ويكونوا لي الشورال نيرف ينطيني السنسري سبلاي. اما الكمان فيبولار نيرف فهو النيرف اللي هو يمشي على السوبيرال لاترال سيرفيس او ذا بوبليتال فوسا، وينتهي عن طريق انه يمر سوبرفيشال لللاترال هيد اوف جاسترونيميس مسل، ويفتر حول النك اوف ذا فيبولا، ويروح للانتيرير اسبكت اوف ذا ليج، وينقسم ايضا الى سوبرفيشال بيرونيال ودي بيرونيال. شنو يغذي؟ يغذي لي الشورت هيد اوف ذا بايسبس فيموريس اللي هي هاي البايسبس فيموريس. خلصنا محاضرتنا، محاضرة سهلة، اي سؤال انا حاضر. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ونلتقي في محاضرة قادمة قريبا. شكرا جزيلا.